بلال، كلوكا سمير غانم، عدوي أدب عدوي. يونس شفشف حبيب قلبي، هو قال ريحة مصر. طب انا حاطط كارتين تمشي. احنا شفشف حبيب قلبي قدمنا عشان نقدم عدوية وأحمد عدوية، بس الصوت اللي مفيش حد في العالم العربي اللي لازم يتقرب له فعلا، صوت أحمد عدوية، صوت جميل جميل من القلب يعني. فهنسمع طبعا أحمد عدوية ده الساعة 5 إلا ربع، وأنتم معاكم لحد 5 وربع. لا لسه مش عملت تصريح يا عماد، عملت أسوشيرين في الشيراتون بصراحة. هو دفع لحد الساعة 5 العربي، وبعدين كده بالدولار على طول. وعنا الأخ حامد كوينة هو المسؤول عن يونس. لسه طبعا يونس هيقول موال، هيقول موال. حاجة يونس الأخ أحمد فؤاد المصري بيقول له كسك فين؟ قال له أنا ساكن فين؟ لوحدي. معانا ايه؟ زميل منتصر الله هيجي مدينا حته كده من ال، تعالى يا منتصر تعالى. بس اقول لك احمد عدويه طبعا اللي احيا حفلات امريكا الله. اه والله محد جاب سيرته بكلمه وزعلان طبعا، عشان هو اللي احيا الحفلات كلها ومفيش واحد يتكلم عنه في الصحافه خالص، صح؟ لا ريجل ريجل اتكلم ونانسي قالت له نانسي يو ونت اني ثينج ات ليست اي ونت ادور.